أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مسيرتها التنموية الشاملة وبالأخص في القطاع الصحي الذي وصل تحقيق المزيد من المنجزات والمشاريع. جاء ذلك خلال اطلاق أعمال قمة C3 دافوس للرعاية الصحية تحت شعار تطور الرعاية الصحية العالمية. في إطار حرص مملكة البحرين على استضافة المؤتمرات الصحية والتجمعات العلمية الدولية التي تهدف إلى تبادل الخبرات في القطاع الصحي مع مختلف دول العالم، تنطلق أعمال قمة C3 دافوس للرعاية الصحية تحت شعار تطور الرعاية الصحية العالمية من أجل إثراء المعرفة وتعزيز استدامة المنظومة الصحية بالمملكة. الحقيقة هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا الحقيقة، يعني الطب دائم في تحول وفي تقدم سريع الحقيقة، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية طريقة التدريس، من ناحية كل الأشياء الثانية في الطب، من ناحية معاملة حتى الأمراض المختلفة. فهذه الأشياء اللي هي لازم واحد يعني يكون دائما متابع لها الموضوع هذا حتى يكون دائما في وضع بحيث يكون متقدم في العالم، انه يكون ما يكون طاف عليه اشياء وما يعرفها وما يدري بها. تحرص مملكه البحرين على اقامه المنتديات والحوارات الصحيه للاطلاع واطلاع الطواقم الطبيه على المستجدات الصحيه المختلفه. وتاتي هذه القمه اللي هي C3 دافوس العالميه لتوفير قاعده من البيانات والمعطيات العلميه التي تساهم في تبادل الخبرات والاستفاده من التجارب بين مختلف دول العالم. مملكة البحرين تولي أهمية قصوى لتطوير نظام الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع من خلال العمل الدؤوب للوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال وتطوير القدرات البشرية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة بمشاركة كبيرة من الخبراء والممارسين في مجال الرعاية الصحية. راح يتطرق هذا المؤتمر إن شاء الله لعديد من النقاط، منها متحدثين لهم علاقة بصناعة القرارات والسياسات اللي لها علاقة بالنظام الصحي، راح بيكون متحدثين لهم علاقة بالنظام الإلكتروني وشلون يكون التطور. احنا طبعا نعرف ان النظام الصحي وكل الأنظمة في الخدمية على مستوى المملكة ومستوى المنطقة راح تتطور في مع الجيل الجديد من الخدمات الإلكترونية، وراح يناقش هذا الموضوع. بتكون في شركات عديدة راح تتكلم عن سبل تطوير الخدمات الصحية سواء اللي تخدم المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أو في المنطقة، واللي ممكن تطور المنظومة الصحية على مستوى المنطقة والعالم إن شاء الله. حبينا نشارك في القمة لسبب بسيط جدا. أنا كنت عضو بالقمة في الولايات المتحدة لعدة سنوات وأعرف أهمية المتحدثين عادة في القمة، وحبينا أن نكون في البحرين كمكان جديد للإطلاع على المستوى الطبي وإمكانيات التعاون على النطاق الصحي وعلى النطاق التعليمي، خاصة التعليمي الطبي. مناقشات القمة وتوصياتها ستسهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية على المستوى العالمي، وستسهم في تحسين صحة ورفاهية المجتمعات، وذلك من خلال العمل على تحويل النتائج إلى إجراءات فعلية وملموسة في سبيل تحقيق تحسينات حقيقية في مجال الرعاية الصحية. انطلاق أعمال قمة C3 دافوس للرعاية الصحية تسهم في تعزيز آليات التعاون على مختلف مستويات القطاعات الصحية، وتعمل على تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع، باعتبار القمة منصة حوار هامة لمناقشة تحديات القطاع والابتكارات المستقبلية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.